الحمد لله المتفرد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتسليما، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحانه سبحانه شعاع من ضياء، يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبه تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا، وقطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضا تجعل الكافر وليا. وأشهد أن لا إله إلا هو، جعل مع الصبر نصرا ومع الضيق فرجا ومع العسر يسرا، فما أول إلا ويتلوه آخر، وما من شيء له بداية إلا وله نهاية. فإن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وإن العمر مهما طال فلا بد من دخول ظلمة القبر. لذلك قيل: لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن الإنسان خلق من عجل. لذلك سئل الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟ قال: أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فانشغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيته، وعلمت أنني معروض على الله فأعددت الزاد للقاء الله تعالى. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يوصينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله هو القرآن الكريم، والسنة هي السنة المحمدية التي فعلها أو قالها أو فعلها أحد الصحابة وأقرها النبي. لذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن وإيه هو اللي مثله معه؟ هو السنة المحمدية. لأن في ناس بتقول لك: أنا رجل قرآني بس. يعني إيه قرآني بس؟ يعني بيؤمن بالقرآن وملوش دعوة بالسنة. ليه يا عم؟ لأنه بيسمع المذيعين بيقول لك أبو هريرة ومش عارف إيه وكتابه ومحطوط وكلام منه، مع إن كل حاجة بيتكلم فيها الناس موجودة في السيرة. لذلك عليك أن تؤمن بالله وتطيعه وتطيع رسول الله، لأن حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: ثلاث أشياء يتبعهن ثلاث، إن فعلت واحدة وتركت الثانية لا تقبل منك الأولى. أولها: قل أطيع الله والرسول، فإن أطعت الله ولم تطع رسول الله لا تقبل منك طاعتك لله. ثانيها: يقول الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن أقمت الصلاة ولم تؤدي الزكاة وأنت تمتلك نصابها لا تقبل منك الصلاة. ثالثها: أن أشكر لي ولوالديك، فإن شكرت لله ولم تشكر لأبويك لا يقبل منك شكرك لله. ده مين اللي بيتكلم الكلام ده؟ سيدنا عبد الله بن عباس. من هو سيدنا عبد الله بن عباس؟ ولد في دار الهجرة في الإسلام، وأخذوه قبل أن يلتقم ثدي أمه وضعوه في حجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمدغ النبي بلحة وحنكه بها، فكان أول شيء يدخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بيفسر القرآن زي ما أراد الله لنا أن نفهمه. يقول لك الثلاث أشياء بيتبعهم ثلاث أشياء: أن تطيع الله وتطيع رسول الله. فتقول: أنا قرآني وما بتبعش السنة، مش هيقبل منك أي شيء لا صرفا ولا عدلا.
تصلي وانت عندك النصاب انك تخرج الزكاة وتقول الصلاة هي الفريضة الأساسية والزكاة مش مهم، مش هطلع الزكاة لا تقبل منك الصلاة. طيب الاثنين الأولين علاقة بينك وبين الله، التالتة بقى أن أشكر لي ولوالدي، علاقة بينك وبين أبويك. أن تشكر لله وما تشكرش لأبوك، تقول الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أشهد أن لا إله، يا رب وسع، يا رب ارزق، يا رب يا رب يا رب، كل حاجة بتقول يا رب. تيجي عند أبوك وترفع صوتك عليه، تعمل كده، يرفع الابن صوته عليك. كل شيء بيؤخر للآخرة إلا عقوق الوالدين، بيقتص منك في الدنيا. ترفع صوتك على أمك، نفس النظام. طيب نصلي على النبي كده ونسمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وبيقول لك لقنوا موتاكم الشهادة، يعني وهو بيموت تذكره كل شوية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهينتقها الميت إن كان على إن مشى على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين. هو عايش عليها، ربنا هيثبته، هيبعت له حد من صحابه من جيرانه من الناس اللي فاهمه، يقول قدامه لا اله الا الله هيفتكرها، يقول هيخش الجنه. فالصحابه ماشيين على المنهج ده. في يوم من الايام واحد من الصحابه بيموت، قعدوا يقولوا له قال لا اله الا الله، يقول ما لا اله الا الله ما ينطقش. فطلعوا جري على النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين اخوهم الصحابي يخش الجنه، يا رسول الله ان علقمه يحتضر ونلقنه الشهاده فانعقد لسانه، يعني لسانه اتخرس مش قادر يقولها. فالنبي صلوا على نبيكم محمد الطبيب المداوي والرحمة المهداة، بس عشان نشوف احنا بنعمل ايه في أمهاتنا وأبهاتنا. قال هل من أحد من أبويه على قيد الحياة؟ عايز يعرفك المرض ايه السبب انه مش قادر يتكلم ولا قادر يقول لا إله إلا الله. قالوا إن له أما يا رسول الله، وفي رواية له خالة، لأن الخالة زي الأم. قال أتوني بها، فأتوا بالمرأة إلى رسول الله، قال ما بال علقمة؟ أول سؤال بيسأله لها وعشان يعلمنا كلنا. قالت كان صواما قواما كثير فعل الخيرات، يصلي خلفك ويجاهد في سبيل الله يا رسول الله. يبقى الرجل كان إيه؟ مؤمن مش عاصي. صواما قواما كثير فعل الخيرات، يصلي خلفك ويجاهد في سبيل الله، بيصلي وراك الجماعة يا رسول الله. قال لما لا يستطيع أن ينطق بالشهادة؟ امسك فيها وجمد. قال لأنه قالت لأن قلبي غاضب عليه، قلب الأم يغضب عليك ما تنطقش بالشهادة. أيوة. قال لها لما أنت غضبانة عليه ليه؟ مش بنى لها أوضة ورا البيت وفتح لها فتحة ورا، وكل يومين ثلاثة لما يعدي عليها ولا مراته تعدي عليها ولا بتشيل بواقي الأكل وتوديه لها؟ لا ده هي مسكنها معاه في البيت. بس كل الحكاية بتقول إن قلبي غاضبا عليه لما قال قالت لأنه كان يفضل زوجته علي، بيحب مراته أكتر مني، والحب ده مشاعر في القلب ملناش دخل بيه. عشان الناس تعرفوا لازم تترجموا الأفعال. فكان بيجيب الفاكهة ويخش عند مراته الأول، بس مفيش حاجة تانية. قالت كان يدخل بكل شيء جميل على زوجته قبلي، هو ما بيحرمش أمه، ما بيحرمهاش، بس بيخش بالحاجة الأول عند مراته، وده مزعل أمه منه. فقالت إن قلبي غاضب عليه. قال سامحيه حتى يستطيع أن ينطق بالشهادة. قالت لا. قال رسول الله أستشفع له؟ قالت لا. فهنا بقى الطبيب هيتدخل، هيعالج، يجرح ويبتر ويقطع عشان المريض يخف. قال اجمعوا لي حطبا وأشعلوا فيه نارا. قالت لما يا رسول الله؟ قال حتى أحرق علقمة بنار الدنيا حتى ألا يحترق بنار الآخرة إلا أن تسامحيه. قالت أتحرق فلزة كبدي؟ راح الضربة على صدرها زي الستات ما بتعمل. أتحرق فلزة كبدي يا رسول الله؟ قال إلا أن تسامحيه. قالت أشهدك يا رسول الله أني قد سامحته. فنادى مناد يا رسول الله، نطق علقمة بالشهادتين. شوف بس قلب أمه، قلب أمك
لو غضب عليك إيه اللي هيحصل؟ لذلك إخوة الإيمان والإسلام، أنت كنت في بطنها، جعل الله لك متكئا على اليمين ومتكئا على اليسار، الكبد والطحال، وجعل وجهك إلى ظهرها حتى لا تشتم رائحة الطعام، حملتك في بطنها كرها على كره، ثم أتت طلقات المخاض. رسول الله يقول يأتي إليه أحد الناس، بس عشان تعرف قيمة أمك، يقول يا رسول الله إن لي أما أطعمها قبل أن أطعم، ولا أنام حتى تنام، وأقضي حاجتها قبل حاجتي وحاجة زوجتي وأولادي، وأفعل لها ما تطلب قبل أن تطلب، وحملتها على ظهري وأديت بها المناسك كلها، أأوفيتها حقها؟ صلوا على الله يشفع فيك. قال إن كل ما فعلته من أجلها لا يساوي طلقة من طلقات المخاض. طب هو كان في طلقات أيام النبي صلى الله عليه وسلم زي الطلقات اللي بتضرب النهاردة؟ رسول الله مؤيد من قبل الله، والله هو الذي علمه ورباه، فقال إن ما فعلته لأمك لا يساوي طلقة من طلقات المخاض، هي كانت تحملك وأنت صغيرا وتتمنى لك الحياة. الفرق بينك وبين الأم، وأنت تحملها وهي كبيرة وتتمنى لها الموت. يبقى عايزين نتأدب مع الله، ونعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم نكون لآبائنا وأمهاتنا شاكرين. فإن لم تفعل قيد الله لك ابنا من أبنائك يفعل بك ما كنت تفعل ويزيد. قيل أن رجلا كان يضرب أباه ثم يسحبه إلى عتبة الدار، بيشد لحد باب البيت ويتكسف من الناس ويسيبه يمشي، مش عايز يشده بره، حتى أتى ابنه، ابن الابن، فضرب أباه اللي هو الشاب اللي كان بيضرب أبوه، ثم جره إلى عتبة الباب، فراح شده وطلع بيه الشارع. أول ما شده من العتبة ابنه، الأب بيقول لابنه الصغير على رسلك كنت أفعل أجر جدك إلى عتبة الباب فقط، فراح جره في الشارع وقال هذا صدقة مني عليك لأنك ابتدعت العقوق في عائلتنا. طيب الأم، النبي وصى عليها ثلاث مرات. طب الأب، وصى عليه مرة واحدة. طب ما هو الأب؟ طب أنا لما أكون عاقل أبويا إيه اللي يحصل؟ قيل أن هناك رجلا فقيرا كان بارا بأبيه، وكان له ابن، الرجل ده بار بأبوه، عنده ولد صغير، فأبوه من كبر سنه كان بيكلف طبق فخار، فالطبق كان بيقع في الأرض يتكسر، فقال والله لأذهبن إلى النجار لأصنع لأبي أدوات من الخشب حتى إذا وقعت لا تنكسر. راح اتفق مع النجار ورايح عشان يجيب الطبق، فخد ابنه الصغير اللي عنده 6 سنين معاه. خلي بالكوا، هو بار بأبوه مش عاقل أبوه، هو بار لأبوه، فخد ابنه الصغير وراح يجيبوا الطبق من عند النجار. فلما جابوا الأطباق من عند النجار قال يا أبتي لمن هذه الأطباق؟ قال لجدك يأكل فيها حتى إذا سقطت لا تنكسر. عشان أنا راجل مش قادر أشتري أطباق كل يوم لجدك، فعملتها له خشب عشان يأكل فيها لما تقع على الأرض ما تتكسرش. فأنطق الله، عشان الأب بر الشاب بر بأبوه، أنطق الله الغلام قال يا أبتي سوف أحتفظ بها حتى تبلغ سن جدي فأضع لك فيها الطعام حتى لا تكسرها. فهنا بكى الشاب وقال والله لا أصنع لأبي أطباقا من الخشب فليأكل في الفخار كما يشاء وليكسر كما يشاء. ده بس عشان هو بر بأبوه ربنا ذكره. لذلك إخوة الإيمان والإسلام، أنشكر لي ولوالديك، إياك تشكر لله وما تشكرش لربنا، لأبوك أمك، أبوك أمك إن لم تشكر إليهما فأنت ليس فيك خير على الإطلاق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إن لم تكن برا بأبيك وأمك لن تكون برا بأبنائك، سوف تعلمهم العقوق ويفعلون بك كما فعلت بأبيك وأمك. فعلينا أن نتقي الله ونلتزم بكتاب الله وسنة رسوله، فكل حرف في كتاب الله يدلك على هداية وتقوى. فقد استمعنا من شيخنا الجليل منذ لحظات يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، بداية الشهر اللي الناس بتبدأ بيصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ونفس النظام في الحج،
وربنا بيقول لك شوية أحكام في الآية دي، كل القصد منها إنك تتقي الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا مش عايز يجوعك، ولكن يريد لك أن تصل إلى التقوى. ما هي التقوى؟ هي أن تعمل الأعمال الصالحة لوجه الله تبارك وتعالى بطيب نفس لكي تقيك من غضب الله يوم القيامة. هي أن تفعل الأفعال الصالحة من أجل الله بطيب نفس لكي تقيك من غضب الله يوم القيامة. زي الخيمة دي المحميانة من الشمس، أنت تعمل أعمال صالحة تقيك من غضب الله يوم القيامة، هي دي التقوى. لذلك حينما عرفت قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك إخوة الإيمان والإسلام، التقوى هي غاية الإسلام، والإسلام في يسر وبساطة. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: المسلم، عشان تعرف نفسك مسلم ولا لا، من سلم المسلمون من لسانه ويده. طالما لسانك ده ما بيأذيش حد وإيدك دي ما بتأذيش حد فأنت مسلم. إن نسيت وتطاولت فاعلم أن هناك خللا في ميزانك، فعليك أن تعود إلى ربك. الله يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قيل أن هناك شاب كان يصلي خلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يصلي في الصف الأول، بعد 3 أيام افتقدوا أمير المؤمنين فسأل عنه، قالوا إنه مات منذ 3 ليالي، من 3 أيام ودفنوه. قال: لما لم تخبروني؟ قالوا: لم نعلم. قال: هيا بنا نذهب لأبيه. راحوا لأبوه في البيت: ابنك مات إزاي؟ مش كيف مات، هو هيموت هيموت، هو بس عايزين يعرفوا مريض، حد ضربه وهكذا. قال: كان ابني يصلي خلفك يا أمير المؤمنين، بيحكي لنا القصة، وكان وكنت، هو ساكن بعيد عن المدينة، فالرجل بالساعة بتاعته، كنت أقرأ 50 آية بعد الانتهاء من صلاة العشاء وسننها فيأتي إلى البيت، فقرأت 50 آية بعد العشاء وسننها فلم يأتي إلى البيت، فقرأت 50 أخرى فلم يأتي إلى البيت، فعلمت أن هناك خطب فخرجت أبحث عنه. لما تأخر لحد ما قريت 100 آية ما وصلش البيت، طلعت أدور عليه، وأنا أسير في الطريق عثرت في شيء، فعثرت فإذا هو ابني بين الحياة والموت، فحملته إلى البيت وقلت له: يا بني ما الذي حدث؟ قال: يا أبتي، حينما كنت عائدا من الصلاة دعتني إحدى الجواري إلى سيدتها، قالت لتسألني في شيء ديني، فحينما دخلت على فتحت لي الباب نظرت فإذا امرأة وضيئة شديدة الجمال وتدعوني إلى نفسها، فحدثتني نفسي بأن أفعل فخفت الله، فارتعدت وسائلي وخررت مغشيا علي، فحملاني وألقاني في الطريق، ثم قال: لا إله إلا الله ومات. فصلينا عليه يا أمير المؤمنين ودفناه. سيدنا عمر جلد اللوني على قبره، فقال: إنك خفت الله فكنت من المتقين، فخفت الله. فخرج صوت من اتجاه القبر قال: لمن خاف ربه، لمن خاف مقام ربه جنتان. سيدنا عمر بيقول له: إلى الجنة. قال: لمن خاف مقام ربه جنتان، عشان هو خاف من ربنا. لذلك إن لم تخش الله فسوف يسلط عليك من لا يرحمك. فالمؤمن لا يخشى إلا الله، ويرى بنور الله، ويبصر ببصر الله، ويمشي بمشيئة الله، ويفعل الأشياء بمرادات الله. لذلك علينا أن نتقي الله في كل حركاتنا وسكناتنا، كما قصصت عليكم ونحن في المسجد. سيدنا علي لما عمل ايه مع عمرو بن ود؟ عشان يدخل عمرو بن ود ومش راضي يحاربه، مش راضي يخش معاه في المعركة، فعشان يحاربه قال له: إني مخيرك بين 3. قال له: إيه هي؟ وكان العرب إذا اختارت بين 3 تختار. قال: إما أن تعود. قال: لا أرجع أبدا، إن دخلت المعركة ما أرجعش. قال: أو تقاتلني. قال له: أنت صغير على القتال. قال له: إذن الثالثة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا أقتله. قال له: أنت تقتلني؟ قال له: آه.
قال له خلاص حربك. قال له ليه طلب أخير بيستفزه عشان يحاربه. هو المسلم يجب أن يكون كيسا فطن. قال له أنا ليه طلب عندك صغير يا عمرو بن ود اللي هو كان بألف. قال له أن أحاربك أنت على فرسك وأنا على الأرض. اللي حصل عمرو بن ود راح مطلع السيف بتاعه اللي قلنا اثنين بيشيلوه ما حدش يقدر يشيلوه أقل من اثنين. ثم ضرب نحر به فرسه راح دبح الفرس بتاعه عشان ما يرجعش لورا وحرب سيدنا علي. كان في النهاية النصر لمين؟ لسيدنا علي بن أبي طالب لأنه آوى إلى ركن شديد ألا وهو ركن الله رب العالمين. لذلك أبشركم وأبشر نفسي أن نصر الله آت لإخواننا المسلمين في فلسطين مهما تكالبت عليهم الدنيا. ولنا في رسول الله العبرة وفي أصحابه الموعظة. حينما تعدت دولة الفرس على المسلمين فقتلوا أحد المسلمين فأخرج إليهم 3000 مقاتل. 3000 مقاتل قال أميركم زيد بن حارسة فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فأمر المسلمين شورة بينهم. راحوا المعركة ليجوا قدامهم 200,000 فارس. هم عددهم كام؟ 3000. ليجوا قدامهم 200,000 فارس يعني كل واحد قدامه 70. قالوا ننسحب أو نرسل لرسول الله أو نحارب. فانطلق أصغرهم سنا كان عنده 20 سنة عبد الله بن رواح قال نحن لا نقاتل بكثرة عدد ولا عتاد ولكن نقاتل بكلمة الله فهي إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة ما فهمش ثالث. فدخلوا المعركة فضلوا يحاربوا كام؟ 3 أيام. أول يوم كان قائد المعركة وسميت غزوة. ليه؟ لأن رسول الله حضرها وهو في المدينة. زوى الله له الأرض فكان يشرح لأصحابه. أخذ الراية زيد فقتل فأخذها عبد الله جعفر بن أبي طالب فقطعوا ذراعه فأخذها بيسراه فقطعوها فأخذها بعضديه فقتلوه. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتلوه فأخذ الراية سيف من سيوف الله أسله الله على الأعداء. ده اللي حكى النبي لمين؟ للصحابه وهم قاعدين في المدينه يبقى حضرها. ما تقوليش ازاي التلفزيون اهو بيودي لاخر الدنيا والانترنت من صنع البشر فكيف بامر الله الذي بين الكاف والنون. خلى سيدنا الرسول لا يشوف المعركه ايه اللي حصل فيها. اول يوم سيدنا زيد بن حارثه قاعد يحارب في 200,000 طول النهار ما استشهدش منهم الا 3 بس والمشركين مش قادرين يقربوا منه. تاني يوم قتل فاخذ الرايه مين؟ جعفر بن ابي طالب. قطعوا يمينه وخد الرايه بالشمال قطعوا الشمال مسكها بيدي الاثنين راحوا قاتلين. اخذ الرايه في ثالث يوم سيدنا عبد الله بن رواح. ساعه ما خد الرايه تردد ما هو شاب صغير 20 سنه 20 سنه وقائد جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اتترددي خوفا من الموت يا نفسي موتي او تقتلي وراح داخل على المشركين حتى استشهد. الدنيا كانت بتليل كانت الجيوش بتنفصل المغرب الدنيا بتظلم لان كان حرب بالسيف والرمح والنب فكل فريق بيروح في مكانه. فسقطت الرايه من مين؟ من عبد الله بن رواح. فاخذها رجل مسن عنده 86 سنه راح موقع الرايه ومسكها فنظر فاذا بفارس على الفرس فاعطاه الرايه. قال له الرجل الفارس اللي على الفرس الرايه من حقك يا عماه فانت الذي جعلتها لم تسقط. قال والله يا بني لم اخذها الا لاعطيها لك انك خالد بن الوليد افرس العرب. فاخذها خالد. هنا سيدنا رسول الله بيقول فاخذها سيف من سيوف الله اسله الله على الاعداء. الدنيا ليلت. خالد بن الوليد عمل اسلوب حرب كر وفر يدرس في كل جامعات العالم الى الان لحد النهارده. قال لهم بالليل كل 3-4 يقعدوا مع بعض وبدل ما احنا قاعدين في البياضية بس ننشر نفسينا من ابو خليفة لحد الشادر. وكل 4 يقعدوا مع بعض والأربعة دول يولعوا النار 2 يناموا واثنين يفضلوا صحيين والنار تفضل مولعة طول الليل. خلي بالكم المشركين بيحاربوهم في الثلاث ايام كل يوم كان بيقتلوا 3 بس يعني 9 استشهدوا. قالوا لما بصوا بالليل كده ولقوا النار وسعت قال لك الله ده 3000 بنحارب فيهم بقالنا 3 أيام مش قادرين عليهم جالهم كل المدد ده لما لقوا النار وسعت فقال لك جالهم مدد. فابتدى الخوف يخش فين؟ في قلوبهم. والخوف جند من جنود الله سلطه الله على أعداء الله في غزوة الخندق فكان نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتدت يخافوا صلوا الفجر
وسيدنا خالد بن الوليد قال لهم ايه؟ الذين في الميمنه ياتون في الميسره. انا بحاربك بقالي 3 ايام انت حافظ شكلي، جيت في اليوم الرابع لقيت واحد غيري، فهتقول اكيد جالهم مدد. قال من كان في الميمنه فلياتي في الميسره، ومن كان في الميسره فلياتي في الميمنه، ومن كان في المقدمه فلياتي في المؤخره، ومن كان في المؤخره فلياتي في المقدمه. اسلوب كر وفر حتى نستطيع ان ننتصر على الاعداء. هم عاملين دايره كامله حوالين المسلمين. ثم هجم عليهم في بداية النهار لحد آخر النهار، قالوا بس احنا مش قادرين على الناس دي، وجالهم مدد. راحوا فتحين لهم سكة، فانسحب بهم خالد وعاد بهم إلى المدينة المنورة. الناس أول ما شافوهم قالوا هؤلاء الفرار اللي بيفر من ميدان المعركة. قال رسول الله بل هم الكرار، يعني دول راجعين عشان يهجموا عليهم تاني. فكان النصر للمسلمين، 3000 ينتصروا على 200,000 بأي مقياس. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 بإذن الله. الآن خفف عنكم وعلم أنكم فيكم ضعفا، إن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 بإذن الله. يبقى النصر منين؟ في غزوة بدر لما كانوا المشركين متهاجمين على النبي، كان النبي بيرفع أكف الضراع حتى سقط رداءه، التزمه أبو بكر. ربنا بيقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ملك ورا ملك، بألف من الملائكة مردفين، وما جعله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ثم يحدد ويعمل الفصل، وما النصر إلا من عند الله. خلاص كده، يبقى النصر منين؟ من الله. الله يؤيد بنصره من يشاء. مهما يحدث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ضعف يمر على الأمة، يعود بإذن الله تبارك وتعالى بقوة. فانظر إلى حال الدولة الإسلامية في عهد التتار، حينما أنهوا الدولة الإسلامية في بغداد وقتلوا كل من فيها، حتى أن التتار كانوا يتراهنون على بطن المرأة هل فيها ولدا أم طفلة، ويشقوا بطنها نصين يشوفوا اللي فيه إيه. ومصر ما كانش ليها ملك، كان فيها أمراء مماليك وفلاحين مصر وأهل مصر الطيبين. فيسخر الله سيف الدين قطز بأن يقود الجيش فيهلك على يده التتار اللي هم احتلوا العالم كله بقوة وسواعد المصريين اللي هم أبنائنا الطيبين، اللي هو بيشتغل في الغيط بالكوريك والفاس، اللي مش قاعد على المكتب وفي التكييف، اللي هو بيعرق، الذي تآلف قلبه مع قلب أخيه، يخرج من أصلابهم من يرفعون راية الإسلام في كل وقت وحين، فيطهرون به العباد ويطهرون به البلاد ويحمون بها الضعفاء والعباد. هذا دأب الله تبارك وتعالى في أهل مصر إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. ليه مصر؟ لأنها مذكورة في القرآن. يوسف قال لأبيه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مذكورة نصا. ما فيش حد اتذكر في القرآن غير مصر ومكة، ومكة ما كتبتش مكة بكة بالبه. هذه مصر أو مصر الطيبة بأهلها، إن قامت أقامت الدنيا ولم تقعدها. طيب نعمل إيه؟ نتوكل على الله. مش شطارة منك، لن تستطيع أن تصل بمهارتك وقوتك، زي مش هتخش الجنة بعملك. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك إخوة الإيمان والإسلام، الله من على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل مصر بأن فضلها على سائر البلاد، ففيها أو هرب أو لجأ إليها نبي الله عيسى، وفيها مولد موسى وهارون، وإليها هاجر نبي الله إبراهيم، ومنها جدة العربي السيدة هاجر أم نبي الله إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام أجمعين، وفيها أرسل نبي الله إدريس، وفيها نهر النيل يجري بإذن الله. وزمان كنا نعرف إن نهر النيل ده كانوا بيحطوا له عروسة إيدة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. أرسل سيدنا عمرو بن العاص قال إن من عادات المصريين أن يلقوا إحدى الفتيات الجميلات في النهر حتى يجري. قال له لا تفعل، وراح بعت له ورقة صغيرة كده من
عمر بن الخطاب راعي أمور المسلمين إلى نيل مصر، إن كنت تجري من عند نفسك فلا حاجة لنا بك، وإن كنت تجري من عند الله فجري بسم الله، وراح رمي الورقة في نهر النيل فضل يجري. يعني أثيوبيا تعمل سد، ما تعملش سد المية هتيجي هتيجي. الله سينصرنا. ليه؟ لأن أهلها في رباط إلى يوم الدين. إذا فتحتم مصر، هي مقولة مش حديث، فاتخذوا منها جندا فإنهم خير أجناد الله في أرضه. قال لك ليه؟ لأن أهلها في رباط ليوم الدين. ليه؟ لأن كانوا بيعيش فيها الفراعنة والأقباط والمسيحيين، وبعد كده جالهم المسلمين، كلهم مع بعض بيتربطوا. إزاي؟ النيل ده كان بيجي يغرق الدنيا على بعضها، فياخدوا بإيدين بعض ويطلعوا على أعلى حتة ويربطوا. يعني إيه ربطوا؟ يعني يقعدوا مع بعض ويعيشوا في الحتة العالية بعيد عن مجرى النيل. فهنا تولدت في قلوبهم المحبة أيا كان الدين، ما فيهاش مشكلة، فأصبحوا في رباط. لما تلاقي واحد فلاح ما بيعرفش يقرأ ويكتب وشايل مدفع ميم دال، كنا بنشيله ستة نحطه على العربية في عشر رمضان أو ستة أكتوبر، وطالع بخط برليف، من الذي فعل له ذلك أو أعانه على ذلك؟ هو الله. ما تقولش من عنده، احنا كنا بنشيل المدفع ده ستة نحطه على العربية، هو شايله على ظهره وماشي. من أين هذه القوة؟ من الذي أعطى القوة للإمام علي لكي ينتصر على رجل بألف فارس؟ هو الله. قال إني آوي إلى الله. لذلك إخوة الإيمان والإسلام، الإنسان يرسى إلى حاله. الجار النهاردة بيكيد لجاره، والأب الابن بيسيب أبوه عيان وما بكشفش عليه، وساعة ما يموت يعمل له ميتا بآلاف الجنيهات. طب كنت تصرفه على أبوك بس عشان نعرف يعني. وبعد كده بيقول لك هل كافأتها يا رسول الله لما حجيته طفت بدلة؟ انت شايلها وبتتمنى لها الموت، هي كانت بتشيلك وتتمنى لك الحياة. يسأل يبقى مؤدب وابن حلال ومتربي، تسأله على ابوه بيقول لك ربنا يتولاه. هو عايز يقول ربنا ياخده بس متأدب يعني. هل هذا هو الإسلام؟ إن إسلامنا وشرعنا هو أن نسير على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نتواضع ونتسامح في بيننا فيما بيننا، لأن رسول الله حدد الهدف من بعثته، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله أسأل أن يتغمد في قيادتنا برحمتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتها كتابها بيمينها. اللهم وسع لها في قبرها مد بصرها. اللهم آنس وحشتها وآمن روعتها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأدخلها الفردوس الأعلى مع رسول الله يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.